عائلة الشهيد السميع تكرم حسينية الحاج أحمد خميس بماذا؟ لنعرف قبل أن نعرف، يتفضل الحاج جميل السميع والد الشهيد إلى المنصة، ويتقدم الأستاذ حبيب عباس رئيس المأتم لنعرف ماذا يريد أن يقدم. إذا ترفع حاجين ترفعون الصورة إلى الجمهور يشوفونها. قميص شيرت خاطه الشهيد عباس السميع بيدي، عليه اسم حسينية بن خميس، هدية إلى هذا المأتم المنتج، المأتم المربي، المأتم الذي يراد له أن يكون إن شاء الله إشعاعة نور لهذا المجتمع. صلوا على محمد وآل محمد. ترحيب في الابتداء كان، وتجديد للترحيب في اللحظات الأخيرة مع تكريم عوائل الشهداء. سماحة الشيخ علي مكي، سماحة الشيخ رضي القفاص، يتفضلون لتكريم عوائل الشهداء الذين باسمكم نرحب بهم، باسمكم نتشرف أن يكونوا ظلالا علينا. هم البركة، هم الخير، هم نقطة الدفع في هذه الظروف الصعبة، هم الذين يضخون فينا الأمل ويضخون الإصرار. تفضلوا عائلة الشهيد محمد سهوان، ممثل عائلة الشهيد محمد سهوان، والشهيد عباس السميع، والشهيد سامي مشيمع، وعائلة الشهيد علي السنقيس. تفضلوا. ممثل عائلة الشهيد محمد سهوان، تفضل. كل واحد يأخذ الصورة، تفضل. أنعشوا قلوبكم بالصلوات. والله إنه لموقف مشرف. باسمكم أدعو هذا الدعاء إلى من يحب أن يكون في إطار من هذه الإطارات. إلهي، أنا أستحي أن أقابل سيد الشهداء يوم القيامة وجسمه مقطع إربا إربا وجسمي سالم. إلهي، أطلب منك إن رأيتني أهلاً للقتل في سبيلك، وأنا أقسم عليك بجميع مقربيك أن لا تجعل موتي على الوسادة، فإذا قسمت لي الشهادة اجعل جسدي مقطعاً إرباً إرباً لكي لا أخجل في يوم المحشر من فاطمة وهي تحمل جسد الحسين المدرج.